شكرا طارق. معي في هذه اللحظات اللاعب الذهبي الفتى الذهبي احمد خليل، ما لها الا احمد خليل في النهايه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله توفيق من رب العالمين. وطبعا تعرف انت المباراه كانت صعبه، فريق دبي كان فريق صعب، لكن الحمد لله يعني توفقنا في المباراه بغض النظر عن اي غلط، لكن تعرف هاي المباريات في غلط في فريق يكون في يومه، لكن الحمد لله توفقنا في المباراه. نحن كنا طامحين ان ناخذ 3 نقاط، الحمد لله توفقنا في المباراه. شباب ما شفنا الاهلي اليوم، ما شفنا، ما في ما في ما في تنويع في اللعب، يمكن خلينا نقول الاهلي اللي هو المرشح لاحد المرشحين للبطوله ما شفناه اليوم، ما كشرتوا عن نياب. والله شوف، هي اول مباراه في الدوري، لازم تعرف رغم الظروف، لكن تعرف انت عندنا بعض الاصابات، لكن نحن هذا مش عذر، بس تعرف انت لازم اول مباراه ويكون فيها ضغط، لكن ان شاء الله نحاول نعدل من الاخطاء، وان شاء الله في المباريات الجايه نطلع بافضل عن المستوى ان شاء الله. اول هدف لك في الدوري مع فريق الاهلي اكيد فاتحه خير لك. الحمد لله اول هدف، وان شاء الله انا راح قد ما اقدر ان شاء الله راح اطلع ان شاء الله بصوره افضل عن هالصوره ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. اذا